Hello, how are you doing? اهلا بكم الحلقة الثانية من الميني كورس من دكتور انجلش. المرة اللي فاتت كنا تعرفنا ازاي نقدم نفسنا، تقدر تبص على اللينك تحت. النهاردة حلقة خفيفة وبسيطة، وهنتكلم عن ازاي تقدم واحد صاحبك او واحدة صاحبتك. عموما هنتكلم عن الملكية، هنتكلم عن ثلاث حاجات بسيطة جدا وان شاء الله هتفهموهم معنا في الفيديو. His, her, my. His, her, my. اوكي، اول حاجه لو انت جاي تقدم واحد صاحبك هتقول مثلا his name is احمد. his name is احمد، اسمه احمد، اسمها his. وهز عاده بتيجي مع الملكيه. يعني ايه الملكيه؟ انا عايز اقول اي حاجه بتاعت الشخص ده، فاقول his name. يعني his name يعني اسمه، يبقى كده اله في الاخر هي الملكيه دي بتاعته هو. his name is احمد، اسمه احمد. this is his book، ده كتابه. This is his father، ده أبوه. يبقى his مع الملكية، ودايما بيجي بعدها الشيء اللي بيملكه. Hi, this is me مصطفى عبد الصبور and this is my friend. His name is أحمد، اسمه أحمد. النقطة الثانية اللي هي her، رقم اتنين هي ايه؟ her مش هير، her. Her name is شيماء. Her name is شيماء، اسمها شيماء. That's her book. That's her book. ده اسمها. اقدر سوري ده كتابها. اقدر اقول She's my best friend. Her name is Russia. She's my best friend. Her name is Russia. She is. يبقى دي صديقتي المفضلة اسمها Russia. And it's her book. وده كتابها. It's her phone. ده تليفونها. واخيرا my دي حاجة بتاعتي أنا، عشان كده لما بقول لك what's your name بتقول لي my name، أنا اسمي. my bottle إزازتي. my bottle. my name اسمي. my father والدي. my sister أختي. my book كتابي. my job وظيفتي. my work شغلي. my dreams أحلامي. يبقى احنا كده خدنا النهاردة الثلاث حاجات او ضمائر الملكيه his her my. ما تنساش تتدرب على ازاي تقدم نفسك وتحاول تعرفنا about your best friend او تعرفنا عن صديقك المقرب.